المرة هنتكلم حنتكلم عن حاجة مختلفة حبتين بتسمع دايما انه الذكاء الاصطناعي بيغير العالم الذكاء الاصطناعي موجة كبيرة الذكاء الاصطناعي دا 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 دا, دا. لكن دايما بنزعل روحنا انه يعني شو الكلام ده نحن ما قادرين نحس بالحاجة دي في حياتنا العادية انا كزول قاعد في غرفة اربعة في اربعة ولا في حوش ولا في شقة ولا في اي حاجة كيف ممكن تقول لي انه الذكاء الاصطناعي بيغير في حياتي انا خلينا لكم قصة بتاعت شركة شركة ناشئة ستارت يعني بادية ده بتعمل في منتج والمنتج ده بجد بيوريك انه الذكاء الاصطناعي بيغير حياتنا الاساسية قدر كيف طيب الشركة امريكية في ولاية كاليفورنيا اسمها موناراك الشركة بتعمل كالاتي او خلينا اوريكم حاجة ارقام عن الشركة بعدين اوريكم هي بتعمل شنو وخلينا نقلوا الحاجة دي ايوه حاليا هم قاموا جابوا قروش اللي هو بسموها عملوا فاندنج او عملوا فند رايزنج بالنسبه لهم بقيمه 116 مليون دولار 116 مليون دولار والايفالويشن بتاعهم او القيمه السوقيه بتاعتهم في 2021 كانت 271 دولار 271 مليون دولار تمام قروش كتير القروش دي طيب بيعملوا شنو؟ الناس دي فكروا في انه المزرعه او المزارع بيعمل شنو؟ بيقوم من الصباح بيحرس بيزرع بيحصد الآلة الأساسية اللي بيستخدموها في الحي شنو؟ تراكتر تراكتر بيسوق منه مزارع طيب مع الحاجة الحاصلة في العالم هسي والذكاء الاصطناعي وكده العربات بيسووها زمان كان الناس هسي بقت بتتساق اوتوماتيكلي هم فكروا في انه هل نحن ممكن نعمل حاجتين نمرة واحد تراكتر بيتساق براهم نمرة اثنين تراكتر شغال بالكهرباء وإذا أنت كنت مزارع الحاجة بالنسبة لهم حاجة كبيرة شديد نمرة واحد إذا هو شغال بالكهرباء أنت كمزارع ما محتاج إنه تمشي تجيب لك بنزين وجنريتر وحاجات بش... كتير بالشكل ده عشان التراكتر بتاعك ده النقطة الأولى النقطة الثانية خاصة إذا أنت كان عندك نظام شمسي أو طاقة شمسية في المزرعة حقتك ما محتاج إنه تمشي تشتري لك تاني بنزين فعادي ممكن تشحن التراكتر بتاعك من الطاقة الشمسية حقتك برغم من إنهم البطاريات بتاعتهم كبيرة النقطة الأولى النقطة النقطة الثانية ولا النقطة الثالثة عندهم بطاريات إضافية مع التراكتر فدي دي كده بتزيد بي ممكن إذا التراكتر وقف في أي وقت ممكن تضيف عليهم فهم عندهم ثمانية ساعات للبطارية الواحدة وإذا داير تطهر ساعة بتشتري بطارية تانية عشان التراكتر السعر بتاع التراكتر حاليا طبعا ثمانية وثمانين ألف دولار أنا ما عارف هل هي أنا أنا عملت تشيك على التراكتر بتاعه لكن ما عملت تشيك على التراكترات العادية، خليني طيب أعمل تشيك سريع على التراكتر العادي كم؟ طيب، um, farming tractor new price طيب نشوف كم تقريباً، التراكتر كوست طيب طيب طيب، يعني <applause> على حسب تقريبا اكثر واحد مشهور ب 57 في وحدات ب 195 في وحدات ب 207 ف حقيقه ما غالي الحاجه الاولى لكن خلينا من الكهرباء اذا شلنا الكهرباء بعيدا كيف التراكتر ده بيشتغل اوتوماتيكلي وشنو الحاجات اللي ممكن التراكتر ده يعمل اوتوماتيكلي الانسان ما يعني كده ممكن ما يعملها وممكن حتى تكون بالنسبة له حاجة كويسة شديدة. الحاجة الأولى المبيدات لأنه دايماً لما تكون ترش مبيد، المبيد هو ضار بالصحة لما يكون آه وأنت بترش فيهم اللي هو بعد بعد ما كده ديزولف في التربة والحاجات دي كلها، ثاني بعدك بيكون ما في مشكلة في الشجر. فأول حاجة أنت ممكن ترش المبيد بدون ما التراكتر أو بدون ما تكون سايق التراكتر. السؤال بيقول إنه الأوتوميشن ده أصلاً بيحصل كيف؟ دي نقطة حاجة كلها بعد شوية، لكن خلينا نشوف أول الفوائد بتاعت الحاجة, الحاجة شنو. نمرة اثنين ممكن تشغله بالليل يعني ما ما في حاجة بتقول انه لازم تعمل حاجات بتاعتك دي سواء كان حرث سواء كان رش مبيد سواء كان ايفن حصاد يعني حاليا في الدول المتقدمة حبتين التراكتر بيكون معاه بورح حصادة بتحصد تحصد, تحصد الثمار بتاعتك سواء كان المثال اللي هم جابوه هو المثال بتاع العنب فانت ما محتاج انه تشغل الحاجة دي بالنهار فممكن عادي تعملها بالليل وترقد تنوم تصحى الصباح تلاقي خلاص عمل الحاجات دي كلها شفت كيف؟ نمرة ثلاثة نقطة من المبيد في المبيدات ذاتها إنه ممكن تغير السرعة بتاعته يعني مثلا المبيدات لما ترش مبيد القيمة الفعالة بتاعته دائما بتكون خمسة في المية يعني خمسة في المية من المبيد اللي بتروش ده هو اكشولي بيمشي للمكان اللي أنت دايره فإذا أنت مثلا قللت السرعة بتاعة التراكتر ممكن القيمة اللي أنت بتاخدها من المبيدات تتضاعف تمشي من عشرة لسبعة لتسعة لإيفن عشرة تخيل معي من 8 من 5 ل 10 ده دبل الحيطه فانت بالتالي السعر اللي بتصرفه على الموبيل هيجي شديد لأنه أوري الموبيل بيديك الحيطه إنت دايره بقيمه اكبر فدي دي الفكره حقتهم اذا برضه شايف ان الموضوع بتاع الحرث والموضوع بتاع انه تاخد التراكتر زي اذا كانت الارض كبيره انت بدك تاخد التراكتر لحد نهايه الارض تجي راجع تاني تمشي لحد نهايه الارض تجي راجع تاني تمشي لحد نهايه الارض تجي راجع تاني فدي حاجه ممله فكون انه تعمل الحاجة دي ده كده يعني بياخد من زمانك فانت ممكن تعمل حاجة اكتر الا وهي انه شنو انه تشوف التراكتر ده اثناء ما هو ماشي بياخد معلومات برضه عن الزراعة حقتك بيوريك انه المشاكل في الكروبس حقتك وين او في المحصول حقك وين الشير اللي فيه مشكلة برضه الشير اللي ممكن ما بيت كويس الشير ممكن يكون فيها مشكلة في المستقبل الحاجات دي كلها بيعملوها كيف كلها حاجات لا بعد شوية عشان تعرف انه قيمة الذكاء الاصطناعي ده بغير في حياتنا حياتنا قد كيف وأخيرا ودي قيمة كبيرة لصاحب المزرعة إنه واحد يحتاج عمال أقل للأسف الشديد أو دي, دي خبر ممكن يكون خبر سيء للعمالة لكن خبر كويس لأصحاب المزارع إنه إذا أنت عندك تراكتر شغال براهو ما محتاج عامل عشان يعمل لك الحاجة دي طيب بيعملوا الحاجة دي كيف؟ أول حاجة بيعملوها إنهم بيدربوا التراكتر ده يعني شنو؟ يعني بيجيبوا زول سواق بتاع تراكتر ممتاز شديد يقول لي والله سوق التراكتر ده بما انه التراكتر كله كهربائي فممكن يقيسوا اي حاجه في التراكتر اللي هو انه الزول ده هنا في النقطه دي لفه بمقياس كم آم زاد السرعه ما زاد السرعه وقف ما وقف لفه كيف كل الحاجات دي بيقدروا يحسبوها مجرد ما حسبوها وعرفوها بيخزنوها فبيجيبوا مثلا بيخلوا مثلا محترفين بتاع التراكتر يسوقوا التراكتر دي لمده لا تسعي 10 ايام شوف 10 ايام دي في كم ساعه فيها 240 ساعه قول مثلا مئة يوم اللي هو دي يكون ألف ساعة ما شرط إلا مئة يوم دي ورا بعض يعني ممكن عادي يكونوا عشرة سواقين بيسوقوا عشر ساعات في أماكن مختلفة ويجمعوا الداتا دي كلها مع بعض بعدك بيكونوا بيدخلوها على النموذج أو الموديل اللي هم مبانينه أصلا بيقول له أسمع ده الإنسان بيسوق كده إذا علمنا سواقة زيه فبيبدأوا يعلموهم إنه الموديل يتعلم الموديل يتعلم لحد ما يتعلم كيف يسوق التراكتر بعدك بيشيل البرنامج اللي هم هو أوريدي متعلم ده في التراكتر بيقول له يلا سوق التراكتر طبعا بتحصل كيسز او حاجات قبل كده ما هو ما شافها في في التعليم بتاعه دي بتبقى مشكله فكل ما بيجي عندهم داتا اكتر من الناس كل ما بيجا الموديل بتاعهم النموذج بتاعهم متعلم بصوره افضل متحضر كده يعني فهم بيعملوا شنو اي زول بيسوق التراكتر بتاعهم بعد ما يشتريه كل المعلومات دي كلها بيترسل للداتابيس حاجته حقتهم وبيحفظوها وبيعلموا بيعلموا عليها الموديل الجديد في نقطه ثانيه انه اذا الناس ديل كلهم عندهم تراكتر والتراكتر ده كله شغال بالسوفت وير اللي هو شغال ببرنامج هم ممكن يعملوا كالاتي ممكن يعملوا تحديثات للبرنامج فممكن التراكتر مثلا الليل يكون ماشي كويس تاني يوم تصحى الصباح تلقى ترسل ابديت عمل ابديت ليهم وبيجي كويس بقى افضل فالتراكتر اكشولي القيمه بتاعته المضافه بتزيد مع الزمن ما بتقل حاجتين مهمتين تانيين الحاجه الاولى انه الموضوع بتاع كلايمت تشينج او التغير المناخي فبما انه التراكتر عارف البوزيشن بتاعه والدي بي اس بتاعه مكانه وين فممكن يعرف من خلال البيانات العالميه انه والله يا اخي هل حتحصل حريق هنا او ممكن يكون في آه دروت اللي هو عطش بالنسبه للنباتات حقتك او او او, أو فبيز على المعلومات الكثيره اللي هو عنده دي ممكن عادي يقوم يعرف انه اه اوكي انا محتاج انه اقوم ارسلك نوتيفيكيشن اقول لك والله يا اخي نحن محتاجين نسقي شفتي نحن محتاجين نسقي انت والتراكتر مع بعض محتاجين نسقي النباتات دي فحتسقيها ولا حتسقيها كيف؟ دي, دي نقطه. النقطه الثانيه انه لانه عنده كاميرا عشان يشوف بيها الاماكن قدامه كيف فالكاميرا دي برضه ممكن تشوف النباتات تمام او المحصول بتاعك فاثناء هو ما ماشي بيقدر يشوف انه والله يا اخي طيب السمسم مثلا هل في حشره معينه بتاعت السمسم موجوده اذا في ممكن طبعا يرسل نوتيفيكشن يقول له اسمع انا في المكان ده بالذات لقيت حشره. ف انت أنا ناوي تعمل شنو؟ هل ناوي نقوم نرش مبيد مبيت ولا ناوي تعمل شنو؟ فتحس ان ذيك انه بقى عباره عن حاجه مساعده بالنسبه لك بدل ما هو كان تراكتر بس انت بالسوق وبتمشي بقى عباره عن حاجه كامله مساعده مساعده لك. ودي الحاجات المفيده بتاع الذكاء الاصطناعي ان الذكاء الاصطناعي بيطلع من انه يخلي لك حاجه ضل حاجه ممله لحاجه هي قادره تتفاعل معاك وانت تتفاعل معاها وتديك معلومات تديها تديها معلومات عندي سؤال لكم اذا انت عندك تراكتر بالشكل ده تفتكر انه حتعمل بيه شنو او شنو البوسيبيليتي او شنو الخيارات اللي انت ممكن تعملها بالتراكتر او شنو الخيارات اللي انت ممكن تعملها بالذكاء الاصطناعي يعني اذا بس عرفت المعلومه وشفت التراكتر ده من خلال التراكتر ده قاعد تشوف انه في شنو تاني ممكن ممكن يتغيروا والحاجه الاخيره انه دي ما عندها علاقه بالذكاء الاصطناعي لكن عندها علاقه بالبزنس موديل بتاعهم او هم ناويين انه الناس تشتري منهم من التراكتر ده في شركات كبيره يعني مثلا دال ممكن تقول له والله يا اخي نحن دايرين 100 تراكتر هاك بتدفع له قروش، لكن كمزارعين صغار انا وانت غالبا ما حنقدر نشتري ب 88000 دولار تراكتر، فهم دايرين يعملوا دايرين يعملوا سبسكريبشن او اشتراك، انت بتشترك في التراكتر بالساعات، انه مثلا التراكتر ده اشتغل 100 ساعه، ال 100 ساعه دي مدفوعه في كذا دولار انت حتدفع كده، يعني مثلا ممكن عادي اليوم بتاعك يطلع ب 600، فانت ما حتكون مالك للتراكر ذاته لكن قادر يستفيد من الخدمات بتاعته فبتشوف انه العالم ده بجد بيفكروا بطرق مختلفه وفي كميه من الطرق انت ممكن تجيب بها قروش كميه من الطرق انت ممكن تغير بها صناعات كامله بس كل الحاجة اللي نحن محتاجين نعرفها انه نتعلم نتعلم نفتش نعرف الناس شغالين كيف وما نقدر نجيب حاجه جديده لكن الحاجه اللي نحن الناس شغالين بها نعرف كيف نحن ممكن نستخدمها بطريقه كويسه شكرا جزيلا